السلام عليكم. مرحبا، انا حسن محمد حسن، دكتور في مستشفى بولتون قسم النساء والتوليد. انا هنا اليوم من اجلك يا سيدتي، ومن اجل طفلك اثناء فتره الحمل. اذا كانت لديك اي من المخاوف ان حركات طفلك قد تقلصت، او تعانين من اي اغراض اخرى مثل النزيف او الام البطن، فمن الضروري جدا الاتصال بنا، فقد تحتاجين الى رعايه عاجله. اريد ان اطمئنكم انني اعلم ان بعضكم سيقلق بشأن الكوفيد 19 أو الذي يعرف بكورونا، لكن يا سيدتي أؤكد لك بأننا لدينا خطط وإجراءات مطبقة لنوفر لك أفضل رعاية ممكنة وأكثرها أمانا. من المهم جدا أن لا تتأخري في طلب المساعدة، ثقي بنفسك فضلا، واتصلي بنا إذا كنت قلقة، فقد ينقذ حياتك أو حياة طفلك. أخيرا سيدتي، تذكري إذا كانت اللغة الإنجليزية ليست لغتك الأم أو الأولى، يمكن دائما طلب مترجم لدعمك أثناء زيارتك لنا، وشكرا جزيلا.